اليوم الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بحصين بتنسيق مع الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين ينظم لقاء تواصليا مع ساكنة حصين تحت شعار مستمرون معكم في التواصل والترافع. بطبيعة الحال هذا اللقاء يدخل في سلسلة من اللقاءات التواصلية اللي غديرها الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين في مختلف فروع مدينة سلا، ربما ستعمم في باقي مناطق المغرب الأخرى. الغرض منها هو أن الحزب يؤكد على أن على استمرار التواصل مع المواطنين والترافع عن مشاكلهم. بطبيعة الحال اللقاء كان فرصة للاستماع إلى مجموعة من المشاكل والتي تم تدوينها، وإن شاء الله سنحاول الترافع عنها في حدود الإمكانيات المتاحة لنا كالمستشارين في المعارضة. بطبيعة الحال هناك أمور كبرى ستطرح على الرفاق في البرلمان من خلال إعداد مجموعة من الفات للترافع عنها على مستوى المركزي، وهناك قضايا يتم الترافع تهم الشأن المحلي الاعتيادي للمواطنين سيتم التعامل معها والترافع عليها على المستوى المحلي إن شاء الله. هذا اللقاء التواصلي والتعبوي الناجح مع رفيقتنا ورفاقنا في مقاطعة حصين المنتخبين والمنتخبات، ولكن كذلك مسؤولي التنظيم المحلي ديال حزب التقدم والاشتراكية في حصين من أجل التواصل مع المواطنة والمواطنين، من أجل التعريف بحصيلة عمل الفريق ديالنا في المقاطعة ديال حصين وإن كان في موقع المعارضة، ولكن المعارضة المؤمنة بقضايا المواطنة والمواطنين والتي تواصل العمل إلى جانبهم من أجل الدفاع عن مصالحهم عن مطالبهم العادلة والمشروعة على مختلف المستويات. اللقاء كذلك كان فرصة باش نستمعوا لمطالب المواطنة والمواطنين وللقضايا التي يجب عليهم على مناضلنا وعلى منتخبنا أنهم يحملوها لدى مختلف الأوساط ولدى مختلف السلطات من أجل الدفاع عن هذه المطالب. اليوم عندنا لقاء تواصلي ديال الحزب مع الساكنة، للأسف جا مأخر شي شوية من بعد سنتين ديال العمل، وحنا خدينا القرار على أننا نتلقاو مع الساكنة لأن يكون هذا التواصل اللي من خلاله يمكن المواطن يعرف شنو هما الاختصاصات لا الجماعة ولا المقاطعة ولا الجهة ولا هذا، المهم غيكون تبادل الآراء وداكشي وجمع واحد المجموعة ديال المعلومات اللي غتسهل علينا العمل والدفاع على المصالح المواطنين في جميع المقاطعات ديال كما كتشوف انا عضو ديال المريصة وانا حاضر معاهم في حصين على اساس اننا نعرفوا المقاطعات كاملين وشنا هما الاشكالات اللي كتعاني منها الساكنة باش يمكننا نترافعوا عليها في اطار المجلس ديال الجماعة ديال السلام.